هاي الله بالخير. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت؟ أنا شخص من كوكب ستليون. أنت من كوكب ستليون؟ نعم. بس غريبة، من فوق كوكب ستليون بس من تحت أحس مو بكوكب ستليون. إنني هذا هو ستايل نص كوكبي من فضاء ونص من كوكب الأرض، وأنا أتيت هنا بأمر من الشخص العظيم الشرير القائد جحدر للقضاء على شخص اسمه دبور. دبور؟ نعم. هل تعرف من هو دبور؟ أنا أسألك أين هو دبور؟ واللي قال لك من هو؟ قال شو اسمه عليك بدبور، من هو قال لك؟ جحدر العظيم القائد البطل الذي عنده أخ صغير اسمه سلهم. متأكد ما قال لك بوري؟ لأنه غريب. لا، لم يقل بوري وقال دبور. متأكد؟ نعم وألف نعم. وش ايه وألف ايه؟ نعم. شكلك ما انت غريب علي والله. الجسم هذا غريب صراحة، هذا قد مر علي الشكل ذا، أنا قد شايف هذا الكرسي، قد شايفه قبل كذا. هذه أول مرة أتي بها إلى كوكب الأرض، وأنظر إلى وجهك السيء، وأنا متنكر بلبس وزي الأرض حتى لا يعرفونني الأطفال ودبور الشرير. طب انت وبوري. نعم. طب أنت تعرف كيك فراولة؟ ايوه، الكيك فراولة هذا تحطه بالكوكب كذا، تحط عليه صوص الفراولة، إذا حطيت صوص الفراولة تحط عليه حديد، ثم تحطه في الفرن. إذا أنت يا بوري يا مجرم، يا بوري يا مجرم، يا بوري أنا شاك صراحة، بس والله صراحة إذا أنا دبور يعني أدبرها مظبوط، لكن شكيت بالله وش رأيك إذا أصبح فضائي؟ صراحة وصراحة يعني من هنا شوف عندك، شوف من هنا وأنت طالع فضائي. إيه؟ من فوق من هنا وأنت نازل، والله لو ما أدري وش ما أنت فضائي. صح، الكرشة هي اللي تخرب على الكرشة، دائما الكرشة فضحتني الكرشة، كل جسمك كله من تحت أبدا ما أنت فضائي. لك ما لقيت ملابس يا أخي فضائية يا أخي على مقاسي.